نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل على جميع الأنحاء. في نشاط للرياح على السواحل الغربية والصحراء الغربية هتكون مثيرة للرمال والأتربة. توقعات بفرص ضعيفة للأمطار على الوجه البحري، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الطقس إيه النهاردة، وهل هنشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين اللي جايين؟ وإحنا طبعا اليوم هيكون في مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، لأن النهاردة هيكون ذروة ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، هتكون 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، بارتفاع من درجتين لثلاث درجات عن الأمس. المناطق الجنوبية جنوب الصعيد هتوصل 42 درجة مئوية، وده فعل الكتل الهوائية الصحراوية ما بين صحراء شبه الجزيرة العربية وأيضا الصحراء الغربية. الكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها، فبالتالي هي اللي بتؤدي لارتفاع كبير في درجات الحرارة. هنحس بالأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، أجواء حارة على السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن هي الأجواء هتكون معتدلة على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل، يعني ما فيش انخفاض كبير في درجات الحرارة أو برودة فترة الليل، أجواء معتدلة ولطيفة جدا خلال فترات الليل في أغلب الأنحاء. كمان اليوم متوقع أن يكون فيه نشاط للرياح، سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده هيكون موجود في السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد، وقد يكون مثير للرمال والأتربة في بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الشرقية، مدن القناة، سيناء، محافظة البحر الأحمر، والأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري. كمان اليوم فرص الأمطار موجودة معانا بشكل كبير على المناطق الساحلية، وهي تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على وسط وجنوب الصعيد، سلاسل جبال البحر الأحمر، سيناء، فرص الأمطار موجودة بشكل كبير، فمهم جدا ناخد بالنا، وهتكون كمان أمطار رعدية في المناطق الجنوبية. مع غدا إن شاء الله درجات الحرارة ثاني تعود للمعدلات وتنخفض، وتكون ما بين 32 ل 33 درجة مئوية، وده اللي هيكمل معانا لنهاية هذا الأسبوع، اللي هي متوسط درجات حرارة ما بين 2 ل 33 درجة مئوية، لكن فرص الأمطار غدا ممكن تتقدم لبعض المناطق الداخلية، فإحنا مهم جدا هننصح كل السادة المواطنين مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، لو إحنا هنخرج النهاردة يفضل وإحنا خارجين نرتدي الكمامات بسبب الأتربة والرمال المثارة اللي هتكون موجودة في الجو. طبعا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، لأن إحنا النهاردة بنقول في ذروة ارتفاع في درجات الحرارة، ومهم جدا نتابع النشرة الجوية لأن في بعض التقلبات الجوية بنشهدها خلال هذه الأيام. قبل ما اخرج من البيت اعرف الحاله الجويه وابدا اتكيف مع اي ظروف جويه مختلفه. اكيد طبعا نصائح مهمه من هيئه الارصاد الجويه. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى هتكون 23، العاصمة الإدارية 36-22، الإسكندرية 30-21، العلمين الجديدة 30-20، مطروح 26-19، ودمياط 34-19، بورسعيد 35-22، الإسماعيلية 36-22. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 36 والصغرى 23، العريش 37-21، كاترين هتكون 31 والصغرى 13، طوبة العظمى 34 والصغرى 20، حلايب 32-24، شلاتين أيضا العظمى 34 ولكن الصغرى 24، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 37 والصغرى 26. في الفيوم العظمى 36 والصغرى 24، بني سويف 37-24، الوادي الجديد 41-27، أسيوط 38-24، سوهاج العظمى فيها 39 والصغرى 25، إنا العظمى 41 والصغرى 26، الأقصر 41-27، وأسوان 42-29.
خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، وعودة مرة أخرى لبسنت وشاذلي ومتابعة أهم الأخبار النهاردة. عودة ليكم مرة تانية بسنت وشاذلي. شكرا ليك يا هلا. شكرا.